بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. أهلا وسهلا بكم حبايبي في القناة. النهاردة حبايبي عندي وصفة جميلة جدا. الوصفة بتاعت النهاردة تبقى وصفة طبيعية كده لحرق الدهون من البطن والأرداف. الوصفة ديت حبايبي جميلة جدا. أنا بس قبل ما أبدأ وأقول لكم مكونات الوصفة، يلا بينا حبايبي كده نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف مع بعض بقى حبايبي هنحتاج لإيه. هنحتاج لمعلقة صغيرة من المرمرية بتبقى موجودة عند العطار، وهنحتاج برضو المعلقة صغيرة من البردكوش برضو بيبقى موجود حبايبي عند العطار. هتبدأي اللي انت بتحطيهم على كوباية مية وتغليهم على النار لحد ما يغلي، يعني لمدة 5 دقايق كده اهوت. بعد ما بيغلي بتسيبيه برضو، يعني ما تصفوش على طول، سيبيه كده لمدة 5 دقايق كده كمان. وبعد كده ابدأي بقى اللي انت تصفيه، وقبل الاكل بنص ساعة بتاخدي منه كوباية، ويفضل كمان اللي انت يعني تشربيه من غير سكر. قبل الاكل كده بنص ساعة بتشربيه كده مرتين يوميا، ممكن مرتين ممكن 3 مرات، يعني بيدي نتيجة كويسة جدا جدا المشروب ده هو حبايبي. عشان كده حبيت ان انا اعمل الفيديو ده هو عشان كل المتابعين عندي في القناة يستفادوا بالفيديو ده هو وبالمعلومة ديت. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم حبايبي. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي، ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعموني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. ويا ريت كده ان انتوا تدعمونا بلايك كده اهوت حبايبي، عشان اللايك بيفرق معانا كتير جدا جدا، بيخلي الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، والناس كمان اللي تستفاد كمان بالمعلومات اللي انا بقولها ديت حبايبي. بحبكم جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.